سلام من قلب محب. سآخذ معي حب هؤلاء الناس وتواصلهم واطمئناني انه هدول الناس رغم البعد ما تغيروا ما تبدلوا، لساتهم بحبوا وطنهم ولساتهم متعلقين فيه ولساتهم بهمهم انه وطنهم يكون عالي شامخ جميل جدا. طبعا في حضارة بالغرب الاوروبي والامريكي، في حضارة مهمة لازم نستفاد منها، مثل ما لازم وضروري جدا انه نوصل لهم نحن حضارة الشرق وحب الشرق ودفء الشرق، لازم ناخذ من عندهم كمان حضارة الغرب ونحترمها ونتفاعل معها.